مشاهدينا لقاءاتنا متتاليه، واللقاء هلا بجمعنا مع ريتا رفيق الكاتبه ليكون يمكن عم نبعث هيك ذبذبات ايجابيه لكل يلي عم تبعونا. مثل ما دائما حضورك بيكون ريتا خاصه بين الاسطر الموجوده بكتابك، خبرينا اكثر. اول شيء بونجور، اهلا وسهلا. ثاني شيء هي كل شيء الحياه كلها بين الاسطر، يعني الحياه كلها على بعضها، واحد بده يكون يعرف يشغل راسه اول شيء شوي صغيره. ثاني شيء كل شيء موجود حلو، يعني نفس الشيء فيك تشوفيه بمنظار حلو بوزيتيف او نيجاتيف، صح. نفس الشغله فيك تشوفيها هيك. فالكتاب بين الاسطر الموضوع كله على بعضه هو موضوع انه في باخر يعني في الخالق داخل اسمه، الخلق الحياه، في هيك وفي هيك، بس الخلق الحياه على شيء حلو، وطبعا في الدرجه الثانيه بتجي بيجي اشياء اللي شريره وما بعرف شو هكله، بس طالما الشخص مصدق ومآمن وواثق كل شيء بيصير يتغير، اشياء ما بيكون في عنده حقد، ما بيكون في عنده كل الاشياء السلبيه بالحياه بتصير مع الشخص بتتغير فانا تحتين يعني، بس مهم يكون مبلش من طلق من اساس باز دخيل اسمه ربنا، يعني انه اقوى شيء بالحياه واحلى شيء جنة على الأرض. نعم، هيدا حلم كل إنسان، صح، بعتقد وهدف كل إنسان، مزبوط. ونشتغل ليل مع نهار، صح، لحتى نكون عم نشوف أو نحس أو نلمس شقفة من هيدا، مزبوط، الشيء اللي منه ملموس بالنسبة لنا، مزبوط، بس بنفس الوقت بنشتغل لقله مثل ما كنت عم بقول كل الوقت، صح. بيع هيدا الكتاب بتعطينا السر، صح. ما هي اصلا الجنه بس انوجدت، انوجدت على الارض، ما انوجدت بغير محل، يعني ما انه شيء. والفكره الجنه كانوا انه اذا بدنا نحكي عن اعتبري ادم وحواء، كان الفكره انه كانوا عايشين مع الله، هي فكره الجنه، يعني عايشين مع الله وكل شيء مأمن وكل شيء ثانوي بيجي من بعده. فهي الفكره. هلا فكره انه الناس بتشتغل كرمال هالموضوع مزبوط، بس ما حدا بيقام، يعني ما حدا بيسابر، يعني ببلشوا شوي هيك اشياء، يعني موضوع تبع واحد يصار لحتى يفهم هالاسرار الحياه بده واحد يكون يعني بده تعب، يعني الله بحب شوي واحد يتعب كرماله، طبعا. ايه انا بحب شويه، مش كل شيء على الهين، على الهين اصلا الشخص ما بيستمتع ولا بيستلذ. فالمهم واحد يسابر شوي وكله واضح، بس في اشي قد منها هينه ما بيحبوا الشخص، يعني اذا الباب مفتوح ليه بدك تروحي تلبشي على القفل؟ نو ما بيروحوا على الباب مفتوح، بيلبشوا على الباب المسكر. ايه الاشي الهينه ما اجمالا شو اسمه، بس بهذا الكتاب في عن كذا موضوع، يعني كله جاي مع بعضه. الخلاصة القدرة والقوة، كل واحد بيسميها شيء، في شيء بيسمي يونيفر كون، في شيء بيسمي طبيعة، المهم أكيد كله بالنهاية الله. وفي أشياء كيف يعني كيف الكلمات القوة اللي عنديها الشخص، قوة الفكر، قوة الكلام، قوة كذا، كله كيف شخص بيرجلجو بده شوية رجلج وبعدين بتمشي بتتغير فوقاني تحتاني، يعني ما إنه شيء كتير. ريتا عن جد هلا انا عم بحكي انت عم تحكيني عم بفكر شو اللي خليك تتوصلي لهيدا النتيجه؟ يعني خبرات قطعت فيها، كتب كنت عم تقريها، تجارب قطعت معك، كتب كثير بقرا كثير، بس مش مخص هيدا موضوع، هاي المواضيع اللي بحب اللي صار على محل اسمه الوعي او بيقولوا مثلا الحقيقه بتحررك، هالموضوع حقيقه الحياه، هيدا بده يكون في شيء عندي كل الذات الحياه موجوده وكل الماده موجوده عندي وكل شيء موجود، وبرضه بدك شيء اكثر من هون. يعني انا مش لانه قريت كثير او خبرات، لا، بس لانه كان عندي كل الله نعم علي بكل شيء بالحياه وبرضه ما كنت حاسه في شيء ناقص، حاسه في شيء ناقص لحيت ما عرفت شو هو، انه يعني لحظة بشعور بتحسيه بهقد سلام فوق السعادة، عم نحكي عم تحكي سلام فوق السعادة بكتير، فوق السعادة والزعل، فوق كل شيء هذا السلام، هذا السلام لحظة منه بتسوى كل شيء فيه بالدنيا، كل شيء yes. الدنيا كلها يس yes. فبتحسي فهذا كرمال هيك كتابة الكتاب، يعني حبيت انه هالأفكار كلها خلي غيري كمان انه اشياء هينة بسيطة. يعني الكتاب هو نوع من المديتاسيون او التأمل او صلاة؟ لا 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 لا، الكتاب هو اشياء معينة، اكزامبلات، هو حوار بين اثنين، شخص بين نفسه، اعتبري اذا انت عندك كوتي بوزيتيف افكارك نيجاتيف بوزيتيف كيف ترجلجيهم
الكتاب عم نشوف الغلاف هون والكتاب عم تقدموه مجانا مجانا باربع لغات نعم بنفسه هو ذاته مترجم للفرنسي ولا الانجليزي للاسباني ولا العربي نعم ليش عم تقدميه لانه ما الكتاب الفكره لانه هي فكره بالنهايه انه قوة الله وقدرة الله وهو الاشياء اللي الشخص قادر يعملها بحاله يعني الله بس خلق الانسان خلقه حتى يكون هو يكون مسيطر يعني بس آدم قال له انت بتسمي بتعمل بس الإنسان ضعف حاله كتير وبعد كتير يعني فهالفكرة مش رسالة حتى الفكرة يلي أنا شو اسمه أكيد ما بدي كلف حدا شيء يعني إجمالا ما حدا هيخسر شيء إذا قدمته يعني إذا قري يعني ما بدي كلف حدا بأي شيء بالعكس بكون هل أدعى بالك العالم كله ترتاح وتعيش هيدا السلام يرتاحوا وعبالي يعرف ليه مش مرتاحين يعني عبالي كل شخص يعرف انه ما في شيء بيروح هيك يفهم يعني في الشخص لازم يعرف ما في انه اذا حكي شيء او عمل شيء لو ما حدا قاشعه اجمالا الناس مثلا هلا ايش فكره على راسي اجمالا الناس اعتبري انا وانت هلا قاعدين قدام التي في نتصرف يمكن غير ما اعتبري مثلا انه كنا لحالنا صح بس باخر النهار اذا كنا بالتي في او لحالنا محل ما كنا الله قاشع كل شيء صح فهو الاشياء اللي لازم يعرفوا الاشخاص شو اللي بيغير هي عن هي فبالعكس بيساعد كتير يعني كل شيء بيصير لسبب ما في شيء بيصير لسبب ما في شيء بيصير لسبب بس الشخص لازم يتعلم ويقوى من شو اسمه أو بدي يستسلم الضعيف الله ما إحنا ما خلينا ضعاف الضعيف اللي بيستسلم هيدا بيكون ما مش واثق ولا مقام ولا شيء يعني فكل تجارب الحياة بتقويك ما في شيء بيصير لسبب قد ما يكون بشع بالعكس أوقات كتير إشياء بشعة بتوصلك لحتى توصلي لمحل قد ما بتتعبي من التعب بتتحرري من كل شيء في اسمه بتروحي على شيء تاني شكلك تأثرتي لا ما كتير شوي مش كتير على خفيفي عم سوري بس إنه شو من كان هذا الإكزامبل انعطى بأي شو اسمه يعني قصة بتموتي حالك لحتى تعيشي عن جديد الفكرة تقتلي كل شيء بشع كل شيء ما يهمك بدها تروحي على الشيء الأعظم بس روحي على الشيء الأعظم بتنسي ببطل له وجود اي شيء كان قبل يعني ف حالي عم بحكي كثير لا بالعكس بتجنني بعتقد عن جد يمكن كل شخص عم بيسمعنا فيه يستفيد من كل شيء عم بتقولي وضروري انه يكون موجود معه هذا الكتاب يعني كان باللغه اللي بيرتاح فيها مثل ما كنا عم نقول فرنساوي انجليزي اسباني وعربي انا بديهم بكل اللغات هو نفسه هو بنفس الكتاب يعني بقلبه ذاته موجود كثير منيح بقلب نفس الكتاب شو اسمه وبس بيتصلوا انه في رقم في ويب سايت بيعملوا داونلود ومجانا محل ما كانه بلبنان او برا اكيد انا بدي اذكر كل المشاهدين اللي عم بتابعونا من شاشه الاو تي في من برنامج يوم جديد فيكم تتواصلوا معنا ونحن بنكون سلة الوصل كمان نزودكم بالارقام بالويب سايت كمان اللي قطعوا على الشاشه كرمال تقدروا تحصلوا على ار الكتاب اللي بريح اللي بخليكم تعرفوا تتحرروا مثل ما كنت عم بتقولي ريتا كلمه اخيره بتحب تقوليها لكل يلي عم تابعونا كلمه اخيره بحب أش بحب لك إنك صرت تأثرتي بس انبسطت فيك بتجمع دومي كتير بحب أقول إنه أول شيء ثانكي للأو تي في ثانكي لكلكم وبحب أقول إنه ما في شيء محرز بالحياة يعني الحياة الحياة قد ما كانت وقد ما واحد طلع عم نزل وراح وإجا إذا ما في عنده سند الله بحياته ما إلا معنى الحياة بقى ما فهيدي هي الخبرية وإن شاء الله كل شخص بيحصل على الكتاب بيفهم شو بيتأثر وبيفهم شو قصده بالخبر الموضوع شكرا كتير لإلي حضورك دايما محبب بيناتنا وبتعرفي انه هون بيتك أهلا وسهلا فيك مرة تانية ريتا قرقفي مشاهدينا حتوقف مع فاصل دكتور علي فعور بعد البريك مع زميلتي سحار خليكم معنا